جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حلف الإنسان على أمر وهو يعتقد صحة ما حلف عليه، لكنه اتضح بعد ذلك عكس ما حلف عليه، هل تجب عليه الكفارة؟ إذا كان حلف على أمر الله يظن أنه صادق فيه من نفي أو إثبات فإنه لا إثم عليه، لأنه لم يتعمد الكذب، ويكون هذا من لغو اليمين الذي قال الله تعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الكفارة هل تنبهنا عليها شيخ صالح؟ هذا ليس فيه كفارة، الحلف على شيء ماض نعم بنفيه أو إثباته نعم إن كان كاذبا متعمدا فإنها اليمين غمص طيب. فيها الإثم طيب. وتكفرها التوبة والاستغفار الحمد لله. وعدم العودة إليها طيب. أما إذا كانت على أمر مستقبل ممكن هذه هي التي تنعقد اليمين وتجب بها الكفارة إذا خالف، كما لو حلف يفعلن شيئا ولم يفعله، أو حلف لا يفعل شيئا وفعله، فإنه تجب عليه الكفارة. طيب. وفي مثل هذه الصورة لا تجب التي ذكرتها السائل على الأمر الماضي نعم نفيا أو إثباتا لا تجب عليها الكفارة، لكن إن كانت متعمدة فهي آثمة نعم وعليها التوبة والاستغفار نعم، وإن كانت غير متعمدة فلا إثم عليها. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.